طب انا دلوقتي شفت واحده اخت فاضله كده من اخواتنا الجمال، هننزل لها وان شاء الله نفرحها باذن الله. يا سلام عليكم، بتاكلي ايه؟ باكل طعميه. الف هنا، طب ما تديني لقمه. لا يعني هاخد، انا هاخد حته صغننه والنبي هاخد حته اهي والنبي اهي اهي، لا عشان يبقى اكلنا عيش وملح مع بعض. عارفاني؟ اه يا فرحتي. ايوه ايوه عرفت بقى نفسي. اسمي اسمي نشوى مصطفى. طب عرفت بقى. بسم الله عليكم. انت عندك ولاد؟ لا جوزتهم، انا اللي قاعده هنا. طب منطقتي بتاعتنا. انت متربيه هنا؟ اه شارع الانجليزيه. ايوه هو دلوقتي اسمه شارع بلا ما تنسى وشارع المحكمه. طب انت بتعرف تعملي ايه؟ احلى اكله ايه؟ السبانخ. الله الله. والبسلة. الله هلا. طب استني، السبانخ بتحطي عليها شبت ولا كزبرة؟ كزبرة وشبت. بسم الله انا بعمل كده. والقلقاس سلق وكزبرة. اه وشبت لازم. لا سلق وكزبرة، المعلومات عندي سلق وكزبرة. ما بحطش شبت. شوية عشان بيدي طعم. طب اجرب، انا عمري ما حطيت شبت. تعمليه مع التوم. مع التوم وطشة. تدق التوم وتسويها هي والسلق والكزبرة والشبت. خلاص انا هحط شبت لان انا عمري ما حطيت شبت. انت اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ سعاد. يا سعاد يا حلوه يا سعاد. احنا كلنا من نفس الجيل، انا وانت قد بعضينا. الله يخليك، انا داخله على السبعين. اللهم صل على النبي. لا مش باين عليك. اسم الله. والله امرايا وشكلك كنت مجننه شباب الحته. لا بس انا ما بدتش اتجوز بقى. ليه؟ كده لا لا، كنت باخد مامي. هسيب امي لمين؟ يا حبيبتي. اه ربنا. انت عشان والدتك؟ وربيت بنت اختي لغايه ما اتجوزت. يا حبيبتي. اه ربنا. يبقى انت يعني عملتي بريتي امك؟ ايوه عشان بدل ما مرات اخويا تخدمها وبعدين تعيرنا. لا 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 سمح الله. آه. ما حدش يعاير، ده انت ربنا هيخليك. الله يخليك. الله يخليك. مبسوطه طيب يا سعاد؟ والله منورين. والله منورين. طب انت مبسوطه؟ الحمد لله الحمد لله، لو عيش وملح. الحمد لله ربنا رزقت علينا نعمه. يعني يعني حتى لو بتاكلي عيش وملح راضيه وكل حاجه الحمد لله، بس صحتك بالدنيا ونعمه بالله. ربنا ينور علينا. يعني بس ما بيجيش كده في مخي ساعات تقولي ايه يا سلام لو عايزه كده شويه فلوس كده ابقى لا نفسي. الحمد لله مستوره الحمد لله. الله يسترك. الله يخليك. طب يا سعاد انا عايزه اسالك سؤال. أه. ولو جاوبتي عليه صح هديكي جايزه من شركه اسمها ماستر جولد ايجيبت. ماستر جولد والله ايجيبت. مش محتاجه والله حاجه. لا والله. ازاي بقى؟ هم عايزين يديكوا. هقول لك الحل ايه. قران يعني ولا آه؟ طب قران ماشي. هسالك قران. آه حافظه الفاتحه؟ اه قاري لك الفاتحه. قولي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين غير المغضوب عليهم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. ربنا يبسطك العافية. والله طيب الجايزة أهي. فرحانة بيك. لا أنا فرحانة بيك. والله العظيم فرحانة بيك. فرحانة بيك أهي الجايزة أهي. ماستر جولد إيجيبت بتديكي الجايزة. افتحيها بقى بصي. اللهم صل على النبي. دي سبيكة ذهب. دي سبيكه ذهب. والفاتوره بتاعتها اهي تحت البتاعه دي. استني ما نطلعها. الفاتوره بتاعتها اهي. دي الفاتوره بتاعت السبيكه الذهب اهي. مبسوطه؟ اه خديها اصرفيها بيعيها شيليها زي ما انت عايزه. يا ربنا ما يجيب بيها، انا هخليها ذكرى. يا حبيبتي. اه والله بس خلي بالك دي سبيكه ذهب عشان ما تبيهاش هنا ولا هنا. لا 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 تضيع منك ولا حاجه. لا ما تخافيش عليا. خلي ايوه حطيها هنا في جيب. ايوه ليا سياله تانيه. يلا احطها فيه. يلا ماستر جولد ايجيبت، لحظات تتائل بالذهب.